السلام عليكم، معكم بشرى. المهم اختي انا مريضه بالمس، ولكن ما كيفاش وقع لك يعني هذا المس؟ المس انا كنت مازال شويه صغيره وضربت كما كنقولوا في الدوش وصافي. من تما وانا كنعاني معاناه، مشيت درت الرقيه وبزاف، ولكن كانت شويه النتيجه ودابا تزاد عندي الحال بزاف كثر كاع. تزاد عندي شحال من سنه وانت كتعاني؟ انا كنعاني خويا من 2013 شهر 4، من تما وانا كنعاني اليومين هذا كنعاني. ما خليت حتى شي طبيب، ما مشيت عنده، كاع الاطباء كنتساراهم، ولكن الاطباء تيقول لي خاصك تبعي طبيب نفساني. يعني انا خاصني دابا حاليا نمشي عند طبيب نفساني. الناس ما والرقيه ما قضات معاك؟ الرقيه خويا ما قضاتش معايا، غير كنتزمت فاش كنمشي عند شي راقي كنتزمت. خاصني ما نجلسش في الدار، الا مشيت عنده ديك الليله ما خصنيش نبات في الدار، خاصني نخرج. يعني كتبقى ضايعه؟ راه حيت كيأثر لي على الضغط ديال، كيعطيني الضغط هنايا الفم قلبي، وكيعطيني الدوخه في الراس والترعاد في رجليا وفي يدي. عندي الخوف بصفه عامه، عندي الخوف. واش هذا الجن عاشق؟ الجن العاشق هو اللي كيدير بحال هاد الحالات، المرأة كيدير لها بحال هاد الحالات، ما كيخليكش مرتاحه في نفسيتك. دابا انا حاليا ما مرتاحش في نفسيتي، كيتصلوا بيا روقات كيقول لك حقه وحش ديري معنا وديري معنا، شي اسلوب باش كيهضروا، ما ماشي ديال الروقات، وما قارينش القران كعلى ما اظن. ان الانسان اللي قاري القران ما خصوش يتعامل بديك الطريقه، وما يقولش لك راه كيفاش كان الجن تيداوى بالقران. اي ولكن باش بديك الطريقه اللي كيقولوا هما هي راه شنو الطريقه يعني؟ شنو خويا الناس كيتصلوا بك كيقول لك خاصنا نديروا معاك يهضروا معاك على الفراش. واش هذا دواء؟ هذا راه ماشي دواء، هذا راه استغلال كيتسمى بالنسبه لي. يعني انا كنعتبره استغلال، يعني بغاو يستغلوك جنسيا. الله يستغلوني جنسيا؟ واش انا حال انا واخا مريضه عارفه اش ندير؟ ما غاديش نطيق شي واحد بحال هاد الهضره، وما نعتي من حقاش. هاد راه ماشي ما يبغي الا الله لعبده. انسان اللي بغى يقول شي كلمه زوينه يقولها، ما بغاش يقولها بلا ما يزد النمره ويبقى يدخل عندك ويقول لك لا هكذا وكذا، وهذاك الشيء هذاك راه ما غاديش يدخل لي انا لراسي اصلا. يعني كيقول لك هكا باش زعما باش انك تطيقي بانهم يطردوا الجن. اي راه انا مريضه بالجن، ولكن باش بنادم غيداويك بديك الطريقه راه حشومه. يقول لك اجي عندي، انا نقولها بطيطي، اجي عندي تريحي تنعسي معايا باش داك الجن يحيد معاك. هذيك راه ما تقبلهاش انا، انا مريضه نفسانيا. يعني هالدرجة. بهاد الدرجه نقولوا عندي تسجيل المكالمات، راه اي حاجه كدوز عندي في التليفون كتبقى. حقاش بنادم الا ما صم ما يقول خو المريض يقول لي غير كلمه زوينه وكتبقى جاريه وصدقه، ماشي يجي يقول لك لا اجي ديري معايا واجي تفعلي معايا. شنو جاب النعاس؟ حشومه. هما هكا كيفهموا بعض الفقهاء الله يهديهم، هكا كيهضروا على المراه اللي كتكون مريضه مسكونه بهذه اللغه، هكا كيهضروا عليها، ماشي كيقول لك تمشي عند راقي نوريه ليك ونعاونك ماديا وسيري عندهم. هما هكا كيبغوا يشفوا بهذه الطريقه، كيف يستغلوا المراه اللي كتكون مريضه بالمس، كيبغوا يستغلوها الفقهاء هكا. هذه بطريقه انا تنقولها، ما عنديش مناش نخاف وما كنخافش. ربما كاين عيالات اللي يقدروا يطيحوا في هذا الفخ. العيالات غير يطيحوا بالنسبه للعيالات اللي ما واعيات وما وكيكون غالب على ذاك المرض وما كتفكرش، كتنوض تمشي مسكينه على نيتها عند الفقيه باش الدواء، هو يقول لها حيدي حوايجك باش ندير لك. شنو هي هذيك؟ هذيك راه ما تقبلهاش انا، وانا مريضه نفسيا والناس كيستغلوني. الو جي عندي، الو جي عندي، اش غنجي عندكم؟ واش انا راه نفسيا خاصني نمشي عند طبيب نفساني؟ اذا كاع اقتادت بيا الضروره غنمشي عند طبيب نفساني، غنخرج ليا الدواء غنشربو وغنعس. اما باش غنوض نمشي عند فقيه يستغلني جنسيا، راه ما عمرها غتكون هذه. ربما يقدروا يكررنا هذاك السيناريو ديال فقيه الراقي ديال بركان. راه بغا يديروا لي بحال هكا، يتعبوني. واش انا حمقى لديك الدرجه غنمشي عند فقيه نطيقو بديك الهضره؟ علاش تقول واحد معيط لي حشومه كاع؟ راه ماشي بعقله كيبان عنده شي 40 عام وبحال هكا وكيعيط ويقول لك انا وكذا وكذا وكذا، راه حشومه كاع. راه ما خصكمش ديروا بحال هكا، تستغلوا بنادم. ما لقيتي ما تقول لي، قول لي الله يشافيه وخرج، ما تدخلش عنده كاع تفرج فيه كاع الا ما لا ما لا ما احتاجوش الضروره. خويا انا دابا ما نكذبش عليك كنعاني بزاف. كتعاني بزاف دابا؟ كنعاني حتى النعاس، ما نكذبش عليك النعاس. الدويان دوزت يلاه مدوزه ب 8000 ريال عن طبيب اختصاصي، والو ما كاين حتى شي معنى. قال لي اختي هذه الحاله اللي عندك طبيب نفسي؟ لا ماشي طبيب نفساني، مشيت عند طبيب اخر ديال الصداع في كرشي. قال لي اختي هذه الحاله اللي نتي فيها خاصك تمشي عند طبيب نفساني. انا دابا ما لقيتش باش نمشي عنده، حيت مشيت عند ثلاثه قبل كاع الفلوس اللي كانت عندي خسرتها عند هذوك. سير عند هذا، سير عند هذا، ودابا واقفه ما عنديش. بغيت نمشي عند شي طبيب نفساني. ما كتخدميش يعني؟ هادشي ما كيخليكش تخدمي؟ لا ما يخليكش تخدم كاع. الا ما فريض خدمتي واحد الفتره صغيره غايجيك غايزمتك، ما غايخليكش نورمال، ما غايخليكش، غايدير لك وساويس، غايدير لك مشاكل. حيت بعض المرات كيدير لي الزمته خنخرج من الدار، ما خصنيش نبقى فيها. ديك الهضره ديال مي ولا ديال عائلتي حدايا ما خصنيش نتقبلها نهائيا. ما خصنيش نتقبلها، ما مرتاحاش في نفسيتي. يعني هو وصلني لواحد الحاله ما بقيتش مرتاحه، والناس اللي قارين واعيين وكيدخلوا كيبحثوا على هادشي راه غيعرفوا، حيت هو كيسبب لك مرض نفسي باختصار او مرض عقلي باختصار. صافي هادشي اللي كتشوف راسك يقدر يمشي لك عقلك. بعد المرات اخويا كنحس براسي بحال غيمشي لي عقلي، ما كنبقاش نركز في الهضره، ما كنبقاش نسمعها فين غاده وفين جايه. كنكون جالسه حدا بنادم هو كيهضر وانا ما عارفاش على من تيهضر واش باغي يوصل ليا، ولا كاع مثلا الناس حدايا كيهضروا ما كنتسوقش ليهم، ما كنديش فيهم، ما كنتزمت. كتجيني هضرتهم كتضرني في قلبي في راسي، ما خصنيش نسمع لهضرتهم.
ربما حتى هذا الشيء يعني هاد الفقه اللي كيتصلوا بك زادوا ازموني اخويا. انا مريضه نفسانيه، انا تنعترف بهم وراضيه وحامد الله وشاكره بالمرض ديالي. ما كاين شي نوع ما كيرضاش كيقول لك حتى انا مريض نفساني، تيقول لك لا انا ما مريضش، انا معصب. لا انا مريضه نفسانيا وحاسه به وعندي جميع الاعراض ديال الامراض النفسيه، لكن الله غالب ما عنديش باش نمشي عند الطبيب. الطبيب تيطلب الفلوس وتيطلب حصص وتيطلب عند ثلاثه الاطباء قبل عند ثلاثه الاطباء قبل من هذا. مشيت عندهم كيقول لك العصب عندك في المسار فم المعده. من تنوصل معاه نقول له ودي انا كل اللي كنترعد وما كنقدرش نعس وكنشدني الخلع، كيقول لك داك ماشي الدومين ديالي ماشي التخصص ديالي سيري عندكم. نعم طبيب نفساني هكا كيقول لي في وجهي. شحال كيتقاموا تقريبا الحصص ديال الطب النفسي؟ خويا طبيب نفساني على ما اظن انا تيقول 300 درهم للفوق هادي، وقت يعطيك في المده الاولى تيعطيك يمكن شي شهرين ولا شهر. حيت سولت واحد السيده قالت لي يمكن شهرين في الاول، من بعد شهر ثلاث شهور، من بعد اربعه، حتى كيبقى غادي معاك حصص حتى كتولي انت شويه في نفسيتك. يعني هاد الجن اللي ساكن كان واش يقدر الطب النفسي يطردو؟ خويا اش غنقول لك، بصفه عامه والله ما دوا تشربوا تكالمه وتعرف كيفاش تتعامل مع الناس، ولا تبقى خويا تتحماق. حيت واحد اللحظه كتوصل عند الطبيب عند الجن الى ما داويتيش بها الدواء تقدر تحماق. حيت بزاف ديال الناس العيالات والناس كيحماقوا كيزيدوا مع الخلع حيت ما مشاوش عند الطبيب ما رضاوش بيه، كيقول لك انا ما مريضش عقلانيا وما مريضش نفسانيا، انا مريض بالجنون. حيت الجنون داروا الدور ديالهم، اثروا لك النفسيه. شنو الدور ديال الجن في الجسم ديال الانسان؟ هو كياثر النفسيه، كياثرها لواحد الدرجه كتعودي تقولي نتلح من سطاح نضرب شي واحد نقتلو، ما تحسيش بيه. واخا يكون حداك ما كتحسيش بيه، كيولي الصحه ديالك سخونه مرتفعه، مرتفع لك الضغط. انا دابا كنهضر معاك اقسم بالله الا الصحه ديالي كلها كترعد. علاش؟ حيت معصبه ما مرتاحش في نفسيتي، هكا كنقولها وكنعاود نقولها وانا راضيه بالمرض ديالي. شحال من واحد كيقول لي شي كلمه ماشي تنقول لي انا مريضه نفسانيا وراضيه بها، هي مشيت درت الرقيه ماشي ما درتهاش، درتها. ربما هاد الناس كرهوك في الرقيه. كرهوني اخويا في الرقيه، كرهوني من يتصل بيا واحد يقول لي حاشاك جيت نعسي معايا. ما نكذبش عليك، انا فريد يكون حدايا ما نرحموش، ما نكذبش عليك. علاش ما جيتي ما تقول لواحد الانسان مريض اقول الله يعفو عليها، والله يخرجنا من الدنيا كما كنقول واحد الدنيا بالعقايب والمعرش كيقول. المهم تيقولوا بحال هذا المثال، يعني بنادم يشوفكم مريضة. انا ما نقدرش نهز النمره ديال شي وحده مريضه فيها بحال هذا المرض ونبدا نتشفى فيها ولا نبدا نشمت فيها واجي ديري معايا. علاش غندير معاك انت؟ ماشي داك هو الدواء باش كنداو الانسان المريض بالجين، كنداوه بالقران ايه، بشي حوايج ايه، ولكن باش تقول لي اجي عندي بوحدك وما تجيبيش عائلتك راه خاصني باش نداويك حيد منك الجيل العاشق خاصني ندير معاك وندير معاك، راه ما نتقبلهاش. انا ما كذبش عليك، زدت تازمت في نفسيتي وكنطالب من الناس اللي كيتفرجوا في الفيديو ديالي شي جمعيات اللي يعني تكلفوا بحال هكا. يعني ما انا ما عندي لا اولاد ما مزوجه ما والو، انا هكا حيت كيتصلوا بيا شي جمعيات قال لي خاصنا نعاونوا غير الام العازبه والمطلقه والارمله وما غير ذلك. انا لا، انا بغيت شي جمعيه تعاونني غير نمشي عند شي طبيب نفساني ناخذ الدواء ديالي بانتظام وصافي، ما نبقاش كاع نسميتو صافي. حيت الرقيه ما غاديش يتعاونوا معاك بشي طريقه اللي بغيتي انت، باغيين يستغلوك. انا هكا باغيين يستغلوني بهذه الطريقه. قولي الرقم ديالك اللي بغيت تسالي معاك. الرقم ديالي 06 13 25 60 91. عاودي 06 13 25 60 91. انا كنتسنى من شي جمعيات اللي كاينين في اكادير ولا في النواحي ولا المهم يتصلوا بيا باش نمشي نتبع عند طبيب نفساني، حيت انا مريضه مأزمه النفسيه ديالي ما كذبش عليك. كل اللي كنتفتف كلي ما ماشي نورمال صحتي، وانا معارفه هادشي ومعترفه به. ما نقولش لا راه ما فيهش هذا المرض فيا، وبغيت شي واحد يتعاون معايا ماشي لا قد وبغى ماشي مرحبا.